ورجعنا لكم الفقرة التانية بتاعتنا، الفقرة قلنا اللي عايز يبقى مستثمر، فقرة النشيط، فقرة اللي عايز يسيب أثر في الحياة، فقرة الحد اللي عايز يوسع إمكانياته وعايز يوسع دخله وعايز 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 حاجات كتير جدا، بس لازم الحاجات دي كلها تكون متوفرة في حد هو عايز نفس طويل، عايز يعمل، عايز يغير، سواء الحد ده شاب صغير أو الحد ده حد كبير. دايما بنقول إن فقرة معلومة جديدة هي فقرة 90% لغاية دلوقتي ريادة الأعمال، لأن إحنا بنتكلم على ريادة الأعمال وإزاي تبقى رائد أعمال ناجح في حياتك. إحنا لينا كذا حلقة بنتكلم على مشروعين، المرة دي هنتكلم عن التسويق والدعاية والإعلان بتاعتهم. المشروعين هم طبعا أنتوا قاعدين معانا وبتسمعوا وبتواصلونا وبتراسلوا معانا، اللي هو مشروع تبع الكمبيوتر ومشروع الهاند ميد الكروشيه. اتكلمنا قبل كده على الأهداف، واتكلمنا على المهارات المطلوبة، واتكلمنا على الإمكانيات المطلوبة. النهاردة هنتكلم على الدعاية والإعلان اللازمة للمشروعين دول. بنقول مشروع الطباعة على الإنترنت ده اكيد اول حاجه في المشروعين، يعني مش هنحكي فيها، ومعروفه دلوقتي طالما ان احنا بنتكلم في رياده الاعمال ان احنا لازم ننشئ موقع على الانترنت. يا جماعه الموقع ده بيندرج من اول ما يبقى عندي صفحه فيسبوك زي اي حد في الدنيا، لغايه ما يبقى عندي موقع على الانترنت اللي هو ويب سايت او ابلكيشن. طبعا ربنا يوسع عليكم، بس احنا بنتكلم دلوقتي في الامكانيات اللي على قدنا، واللي زي ما قلنا احنا بنعمل مشروع ما نلجاش لحد فيه طالما ما نقدر، يعني نقدر عليه او نقدر على امكانياته، فبنقول ان احنا ننشئ موقع على الانترنت. في الحاله دي احنا بنقول ان احنا نفتح صفحه الفيسبوك بتاعتنا ونبتدي نصور شغلنا، نبتدي نعمل الدعايه. في مشروع الدعايه على الكمبيوتر او الطباعه على الكمبيوتر بنعمل ايه؟ بنكتب ان احنا بنعمل كذا الخدمات بتاعتنا، وبنعمل الاسعار بتاعتها، وبننزل زي ما بيقولوا كده تيست على الحاجات اللي احنا بنعملها. بنقول ان احنا بنكتب اعلانات حلوه كده وظريفه، بنقول الفئه المستهدفه عندنا وبنخدمهم ازاي، بنقول سواء اذا هم مدرسين، اذا هم طلبه جامعه، اذا هم مكاتب او شركات، ونكتب كل الخدمات اللي احنا بنقدمها وبنقدمها بكام، او بنقول التواصل على الخاص علشان اختلاف الاسعار في الحاجات المعينه. وفي نفس الوقت بنعمل الكلام ده بطريقه حلوه وظريفه، انا بعرف اعمله كان بها، ما بعرفش اعمله الجا لحد من المتخصصين اللي هم بيعملوا الديزاينات يبقى يعمل لي الديزاين ده. بالنسبه لبتوع الهاند ميد طبعا نفس الحكايه، احنا بنعمل كده بس بنصور شغلنا وبنزوق شغلنا كده، وبنعمل ملكان او حاجات مثلا معينه بنظهر بيها الغرزه بتاعتنا او الشكل بتاعنا. داخلين على الشتاء دلوقتي وبنقول الحقوا كده التخفيضات الشتاء، انا بتكلم دلوقتي في الوسع وبقول ان انا بعمل حاجه بسرعه وبتاخد معايا وقت وحاجة جميلة، وببتدي أغلل عينين الناس بالحاجة اللي أنا بعملها، البلوفر، الكوفية، يعني الجوانتي، الحاجات اللي ممكن تتعمل بالهاند ميد. بصور وانزل واخلي اصحابي يشيروا. يا جماعة مش لازم الواحد يكون عنده امكانيات كبيرة جدا عشان يوصل للبيئة المحيطة، واحنا لما بنتكلم على البيئة المحيطة بنتكلم على المربع او المجال اللي احنا بنوزع فيه الدعاية بتاعتنا واللي نحنا نقدر نخدمه. يعني انا لوحدي زي شركة فيها 10، فاكيد انا لوحدي هاخدم منطقة معينة، بلد معينة، قرية معينة، اللي انت عملت عليهم دراسة فئة مستهدفة اللي هنجيلهم، رحنا لهم قبل كده وهنجيلهم كتير، ونقول مين هم الفئة المستهدفة بتاعتنا. فموضوع المتجر الالكتروني او صفحة الفيسبوك او الماسنجر او بيبقى معانا اي وسيلة تاني من الوسائل، انا مش عايزه احكي، كل واحد فيكم عنده وسيله دعايه حلوه او هو مع اصحابه موجود فيها يبتدي يستخدمها. الحاجه الثانيه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي زي ما قلنا التسويق، توزيع النشرات والكتيبات. احنا عندنا في المناطق في اللي احنا فيها عندنا محلات، عندنا سوبر ماركت، عندنا يعني اماكن عباده نعرف فيها ناس. اللي بيحصل ان احنا بنعمل حاجه مختصره كده للناس اللي ملهاش في وسائل التواصل الاجتماعي. في ناس كتير جدا يا جماعه، في ناس في بلدنا رغم كل اللي احنا فيه، في ناس ما بيفتحوش وسائل التواصل الاجتماعي، في ناس ما عندهاش فيسبوك، في ناس ما عندهاش ماسنجر، في ناس ما عندهاش حاجات كتير. فاحنا لا، انا اوصل لده ازاي؟ ده زبوني، واوصل لده ازاي؟ الزبون اللي هو هيوصل لي على وسيله التواصل الاجتماعي تمام كان بها، الزبون اللي هو ما يقدرش يوصل لي اروح اطبع له كتيبات. حد قاعد في محله طول النهار ومش عارف ايه اللي بيحصل، وفي نفس الوقت بيحتاج لورقه معين عشان بتاع مثلا اعلانات او اروح انا اطبع كتيبات صغيره في المكتبه واطبعها او في المطبعه، اطبعها باسعار بسيطه ومعقوله واطبع كميه حلوه، ما اقعدش ابزخ وارمي واعمل ده وده، لا، وابتدي مثلا محل تجاري عندي او مثلا سوبر ماركت ادي له شويه كتيبات واقول له بعد اذنك يعني ساعدني زي ما احنا بنساعد بعض في السوق والكلام ده، انا هساعده او
مقابل ان انا اعمل له دعايه هو كمان عندي، ان هو يوزع لي ده على الناس اللي بتجيله، إيه محل سوبر ماركت او فكهاني او ناس مش عارفه ايه، او مثلا سنتر تعليمي بيدي للولاد حاجات معينه، بشوف الكلام ده. وفي نفس الوقت الشركات، انا عارف الشركات اللي انا هشتغل عليها، ببتدي اروح او اكلمهم او اتواصل معاهم او اديهم الورق اللي انا عايزه اديه لهم، بحيث ان هم يعرفوا بدقه ايه الحاجات اللي انا عاملها وعاملها ازاي. تمام، وسيله الطباعه دي وسيله مهمه جدا من وسائل الدعايه. زي ما قلنا التعاون مع الشركات والمؤسسات برضو بالنسبه للدعايه والتسويق في الموضوع ده مهم جدا، لسبب يعني انا لو صاحب شركه وعايز اعمل كل شويه مثلا شويه اعلانات، عايز اكتب ورق، مش هجيب مخصوص حد، يعني في بعض الشركات يقول لك انا مش هجيب حد مخصوص عشان يعمل لي كل شويه ورق الدعايه، اصلا انا بعمل كل شهر، اصلا انا بعمل كميه قليله، هروح اجيب موظف اروح اديله فلوس وعايز اكتب شويه ورق، لا مفيش داعي ان انا اعمل راتب او اعمل لود عليا. فاللي بيحصل ان واحد عايز يعمل 10 ورقات، عايز يعمل 5 ورقات، عايز يعمل كتيب كل فتره يوزعه على الناس اللي هو يعرفهم في الشغل في مجال العمل كدعايه ليه، بيلجأ لكده. فاحنا بنتعاون مع الشركات فيه، هو ما عندوش الاخصائي في حاجه زي كده وانا عندي الشغلانه دي، اشوف الشركات اللي معايا. وطبعا دلوقتي الدنيا مليانه، لان زي ما احنا عارفين في المناطق التعليميه اكتر، وخدمات رجال الاعمال كتير جدا، عايز يبعت فاكس معاه، عايز يكتب ورقه اللي هو الجواب، عايز يعمل حاجه معينه يكتبها يعلقها في الشركه، او عايز يبعتها لمكان معين. مش كل حاجه برضو في الشركات يا جماعه ليها ناس بتاخد راتب عليها، فخلينا ناصحين ونشوف اللي حوالينا ونحاول نشغل نفسنا. ده بالنسبة للدعاية والتسويق بتاعت المشروع الطباعة. بالنسبة لمشروع الكروشيه، كنا اتكلمنا برضو على انشاء المتجر، انا يعني حبيت اتكلم فيها مع التانية علشان نوضح ان دي مطلوبة ملهاش حل في كل الوسائل. بعد كده المشاركة في المعارض والحرف اليدوية، دايما بنقول ان احنا عندنا جنب الصفحة، طب انا بعمل حرف يدوية ومش كل الناس مهتمة، وفي ناس عندي قليلة، لو انا عايزة اشتغل طول السنة، خلينا نبقى صراحة ان المجال بتاع الطباعة الكمبيوتر اكثر انتشارا من مجال الحرف اليدوية، فانا لازم اوجد لنفسي اسواق بحيث ان انا انشر الكلام ده. بيبقى موجود في المحافظات عموما المعارض بتاعة الشؤون الاجتماعية، وبيبقى موجود المعارض بتاعة المحافظة نفسها، المحافظة بتحب تعمل حاجات للأسر المنتجة فبتعمل معارض. المواسم بتاعة الأعياد الوطنية دايما بيبقى فيها معارض، لما بتفتح الجامعات والمدارس، خلي المدارس على جنب عشان هم بيعلموا الولاد وبيعملوا معارضهم، لكن بيجي في الجامعات بيبقى فيه أسر كتير وبيحاولوا ان هم يبينوا ان هم بيشاركوا في الجامعه بالانتاج بتاعهم، او ان يعملوا معارض للطلبه علشان يجيبوا لهم اسعار حلوه وحاجات مميزه. فانا اروح اتواصل مع الكليات ومع الجامعات اللي فيها اسر نشيطه، وابتدي اشوف المعارض اللي بتتعمل في المواسم بتاعه الدراسه، ابتدي اشوف في المحافظه، وده موجود يا جماعه، انا مش بقوله يعني كده اتباطل، لا ده موجود والناس اللي بتسعى عليه، في ناس كتير بتاكل عيش منه. فالاماكن دي كلها لو انا اعمل معرض كل شويه، اديني بعت هنا حاجه بعت هنا حاجه، بجانب ان انا ببيع هنا، بعمل لنفسي كارت معين، بعمل كتيب معين صغنن كده، ورقه صغننه بكتب فيها رقم تليفوني وسائل التواصل بتاعتي، وابتدي كل اللي يجي يتفرج نديله حاجه زي كده، كل اللي يجي يسال نديله. ممكن حد يتفرج وما يشتريش في الوقت ده، لكن يجي بعد كده يتواصل معانا، او حد مثلا مش فارقه معاه بس يتزنق في هديه، الحاجات دي بتبقى ممتازه جدا في الهدايا. ولو احنا اوحينا للناس وعرفناهم ان الحاجات دي مهمه وبتفك لكم زنقه، باجي مثلا اعمل مقارنه بين بلوفر جايبينه من براند معين، وانا ممكن اعمل بلوفر معين بطريقه حلوه وبطريقه شيك، واقول السعر كذا يا جماعه، وده هاند ميد، الهاند ميد بره مصر حته تانية خالص، غالي جدا، ولازم تبقوا عارفين الكلام ده. احنا مش بنقول كده عشان تغلوا، لا احنا بنقول كده علشان ندي ميزه للصنعه، ان انا اقول يا جماعه الحاجه دي انا بصنعها وهاند ميد وليها قيمه، ممكن تعيش لاولادنا وتعيش على فكره الحاجات دي، وامهاتنا عارفين واحنا عارفين ان الحاجات دي بتبقى حلوه جدا وبتبقى قيمه جدا. وبنلاقيها ان مثلا الام او الجده بيبقى عملت حته معينه، كانوا زمان يقعدوا يعملوا الكروشيه بنفسهم ما يستنوش حد يعمله لهم، فهي ما لبس الاطفال ما بتلبسش كتير، فقعدت وعاشت، فتخليها تورثها الحته دي اتعملت كذا، او البلوزه دي اتعملت، او البلوفر ده اتعمل في التاريخ المعين، ليها مثلا قيمه او ليها مناسبه حلوه فبتقعد. فاحنا بنتكلم على حاجه الدنيا اتملت
اشياء كثيره حلوه وجميله، لكن لا دي حاجه معموله على المزاج، معموله يا جماعه هديه اعملها واوديها لحد بقى احسسه ان انا عملت له حاجه مخصوص، عندي حد في العيله، طبعا حاجه متفرده جدا. ف يعني نلفت نظر الزبون ايه الحاجه اللي احنا بنعملها وقيمتها ازاي. بنقول التعاون مع المتاجر التي تبيع المنتجات اليدويه، حصل دي حاجه برضو من طرق الدعايه والاعلان لنا او التسويق، ان بيبقى في بعض المتاجر شغاله، هو شغال بيبيع الحاجه اللي هو بيبيعها، لكن اجي اقول له مثلا طبعا ده ما بيسريش على البراندات، بيسعى على، واحنا عندنا 90% من المحلات عندنا مش براندات، فالدنيا تمشي سهله يعني. بودي له عينات، بودي له كتالوج، وابتدي اقول له ان الحاجه دي انا عارضها عندك، وممكن انا اعرضها لما تتباع نبقى نتحاسب عليها. فانا بشجعه ان يعرض لي ويفتح لي سوق، انا بقى قاعده ببيتي وفاتحه محل وانا قاعده ببيتي عند فلان وعلان وعلان، تمام. فحاجات كتيره احنا بنتكلم عليها، من ضمنها كمان المؤثرين على على وسائل التواصل، لما نقول لهم اعملوا لنا دعايه واعملوا لنا اعلان يكونوا معارف يعني، وعندهم ناس كتير في الصفحات بتاعتهم، فبيشجعوا معانا في الدنيا دي ويفتحوا لنا سوق تاني. اتكلمنا النهارده على الدعايه والاعلان والتسويق في المجالين اللي احنا بنتكلم عليهم، نتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا معانا، ونكمل ان شاء الله الحلقه الجايه في الموضوع ده. فاصل ونروح لفقرتنا الثالثه. شكرا ليكم.